جولة المهمة الأخيرة لولد الشيخ في اليمن هي ما أعلنت عنها مصادر في الأمم المتحدة تحدثت عن هذه الجولة المرتقبة للمبعوث الأممي إلى اليمن والتي تتم وسط كم هائل من التحديات. الطريق الذي سيسلكه المبعوث الأممي وفقا للمصادر الأممية سيبدأ من الرياض، حيث من المقرر أن يجري مشاورات مع الرئاسة اليمنية، ينتقل بعدها إلى صنعاء لإجراء مشاورات مماثلة مع الإنقلابيين. الجولة ترتكز على المهمة المتعثرة ذاتها المتصلة بخارطة الحل الخاصة بميناء الحديدة، وخيار المبعوث الأممي هو إنجاح هذه الخارطة التي سبق للإنقلابيين وأن رفضوها على الرغم من أنها تؤمن حلاً مؤقتاً لواحدة من أكثر القضايا المعيشية إلحاحاً، وهي قضية المرتبات المتوقفة لمئات آلاف الموظفين. السفير الأمريكي ماثيو تولر كشف عن الجديد على هذا الصعيد بتأكيده خلال حوار مع مجموعة من الصحفيين اليمنيين أن إشارات إيجابية استلمتها بلاده من عناصر تدعم المخلوع صالح واستعدادها للتعاطي مع الأفكار التي يحملها المبعوث الأممي، في حين أبدى الحوثيون وفقا لتولر استعدادهم لمناقشة بعض أجزاء الخطة التي تقدم بها المبعوث الأممي ولد الشيخ. التحدي الأبرز في نظر المراقبين يتمثل في مدى قدرة المبعوث الأممي إنجاز اتفاق كهذا قبيل شهر تقريبا على انتهاء مهمته في اليمن، وسط معلومات عن إمكانية التمديد لهذه المهمة شهرا واحدا لتمكينه من إنجاز هذا الاتفاق المرتقب والصعب في الوقت ذاته حول مدينة الحديدة. وتكمن صعوبة مهمة المبعوث الأممي في نظر هؤلاء المراقبين في أنها تأتي هذه المرة وسط تصعيد كبير للمواجهات العسكرية في أكثر من جبهة، وفي أعقاب استعادة الحكومة معسكر خالد بن الوليد أكبر المعسكرات في غرب محافظة تعز وتصاعد وتيرة إطلاق الصواريخ من قبل الإنقلابيين باتجاه الأراضي السعودية. فما هي فرص المبعوث الدولي هذه المرة لتحقيق اختراق يسمح له إنجاز الخطوة الأولى باتجاه إنعاش المشاورات السياسية التي تتجه إلى الجمود أكثر من أي وقت مضى؟ سؤال برسم التوافقات الدولية والإقليمية وبرغبة الأطراف في العودة إلى خط المشاورات.